كي ألقي القصيدة لشيخ الشعر من كان العميدة، لمن أضحى بنظم الشعر وترا يعيد الحرف يخلقه جديدا. عمتم مساء أيها الحفل الكريم، حيرتي كبيرة وعظيمة بقدر عظمة الرجل الذي أتحدث عنه، واعذروني فلا أجيد إلا الشعر ولست ضليعا في الخطابات والمحاضرات. بداية اسمحوا لي أن بدقيقة أعزي الشعر العراقي الشعبي بوفاة الشاعر عريان السيد خلف، وأيضا أقول لا أجيد إلا الشعر. عريان يبقى للقصيد منارا، ما حده موت ولا تابوت، من كان يكتب بالدموع حروفه حتما يظل مخلدا أيموت. الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه، من يرى هذه الصورة لن يتصور إلا شعرا ذا طابع واحد وثيمة واحدة، الثيمة الدينية، لأنه ابن النجف، ولد في عام 1928 وترعرع فيها وهاجر في عام 1973 إلى دمشق. لكن هناك جانب ظلم الشيخ الوائلي في عصرنا الحالي من شعره أحببت أن أسلط الضوء عليه، وهو الوطن، قيمة الوطن والأمة العربية والقضية الفلسطينية في شعر الشيخ الوائلي. لن أطيل في الحديث عنه لأن هذا الكتاب هو خلاصة أشعار الشيخ أحمد الوائلي، أحمد حسون الوائلي، يستحق دراسات نقدية لأنه يمتاز بجزالة اللفظ والسبك، ويمتاز بالنفس الطويل الذي نفتقده نحن شعراء العصر الحالي. فلن أطيل عليكم، اخترت مجموعة من قصائد الشيخ ومن كل بستان زهرة. عثرت طبعا الديوان في له اسم الديوان الأول أو الديوان الثاني أو الديوان الثالث، تنافس الدور النشر في طباعة هذه الأشعار، كان آخرها عام 2011 دار البلاغ في بيروت، والتي حصلت على هذا الكتاب منها قبل عامين. فوجدته كما نشر في الكتاب مقلنا في الغزل، فسأبتدأ بمقطع غزلي للشيخ الدكتور عميد المنبر الحسيني أحمد الوائلي. يقول: عارضتني فقيدت خطواتي، وسبتني بأعين فاتراتي، لست أدري مسدس أم عيون صوبتها إلي بالنظرات. تاه قصدي فرحت أعمل فكري، لست أدري أرائح أم آتي، فعلى المعطف الأنيق فؤادي ودمائي بصفحة الوجنات. فإذا ما طلبتم بدمائي فاطلبوها في وجه تلك الفتاة، ليس في شارع الرشيد، الظاهر الشيخ كان في شارع الرشيد، ليس في شارع الرشيد سوى الحب وقتل البريء باللفتاة. أما الأوطان فهي عنصر أساسي وحاضر في شعر الشيخ الوائلي. لست أدري، أنا أحب التزم الوقت ولن أطيل. كتب لبغداد ولفلسطين وللنكسة، وعاصر، وأكثر شعره كان في الستينات، وعاصر الأزمة العربية والأوطان، كتب لعمان، كتب لنهر التايمز عند سفره إلى لندن، كتب للنيل. ولاحظت من خلال مطالعتي لديوانه أنه يتعب على القصيدة كأنها حولية، لكن في مواقف تستفز الشيخ وسريع الارتجال وتحوير الموقف الكوميدي إلى قصيدة وطنية. وهذا مثال سوف ألقيه بقصيدتين، أنتم أخبر أنكم تقدرون تطلعون على الديوان القصائد. كان في الطائرة فحلقت
على كتفيه ذبابة فكتب الذباب المسافر. وذبابة طارت معي من أرضها طوعا ولم يعصف بها تهجير. صعدت معي طيارة في رحلة كتفاي كرسي لها وسرير. لم تلق أي موانع في دربها بل حيث تشتاق المسير تسير. لم يطلبوا منها الجواز ولم يصل لمزاجها من أجله تعكير. فتنقلت عبر الحدود طليقة في حيث لا منع ولا تحجير. ونجت فلا رعب المباحث يسد من فمها ولم يعبث بها شرير. طبعا القصيدة يعرج فيها إلى إشكالية الحدود والواقع العربي المرير. أما عندما بدأت صرعة جنون البقر في التسعينات كان في لندن، فأسقط الإسقاطة رائعة في هذه الحادثة وحولها، لعلي لا أدري من الوقت يكون سوف ألقي القصيدة هذه رغم كثرة القصائد التي جلبتها مع اليوم الوطنية. بلندن بالأمس دوى خبر قد أرعب الناس حين انتشر، ملخصه أن داء غزا العجول يسمى جنون البقر، فسدت على الفور سوق اللحوم كما أوقفوا وردها والصدر. إلى أن يقول فكم جن من بقر عندنا وأحدث أشياء لا تختفر، وعاث بقرنيه واشتد في خوار وأزعج حتى الحجر، ولكننا ما اتخذنا له احتياطا على صورة من صور، ولا استقذرت منه أذواقنا برغم الذي عنده من قدر، بل العكس من ذاك راحت له تصفق أرتالنا إن جعر، وتوهمه أنه العبقري وتنعت غرته بالقمر، وتنعته بالعظيم الكبير والثائر الفذ والمعتبر، وتنفخ فيه إلى هيئة ولولا تنفسه لانفجر. أجل ما لطاغية أن يكون، ومن حوله كاملون البشر، ولكن يكون في بيئة الخنوع وبين رجال كسر. فيا كسرا من رجال ألا تملين حتى ينال الوطر، فتنمو المناعة ضد الطغاة ولا يتولى علينا التتر. أظن الوقت انتهى لن أطيل أكثر. أستاذين كنت موفقا في التقديم لأن الشيخ استحق أكثر من ذلك. نلتقيكم إن شاء الله مع قراءة أخرى لشاعر آخر، فشكرا جزيلا لكم ومعذرة على إطالتي والإزعاج. شكرا جزيلا.